المجال المغناطيسي لتيار في ملف دائري، ننثر برادة حديد ثم نترك طرقات خفيفة، نلاحظ انتظام البرادة على هيئة دوائر منحنية ومتوازية في الوسط تدل على خطوط المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف دائري. إذن خواص الخطوط تكون منحنية عند السلك ومتوازية في الوسط. خطوط منحنية ومتوازية في الوسط. فقاعدة عقارب الساعة ايه الهدف منها؟ طبعا عشان نحدد اتجاه المجال الناشئ، يبقى الهدف منها هو تحديد اتجاه المجال الناشئ المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار في ملف دائري. المجال المغناطيسي في ملف دائري يمر به تيار. طيب هنفترض ان اتجاه التيار كده، ده في اتجاه ايه؟ عكس عقارب الساعة. يبقى هنفترض ان اتجاه التيار عكس عقارب الساعة، كده في اتجاه عكس عقارب الساعة، فيكون وجه الملف قطب شمالي. ايه معنى الكلام ده؟ ان المغناطيس يعمل في الملف الدائري على هيئة مغناطيس قرصي. قرصي يعني ليه وجهين. ففي الحالة ديت، فلو فرضنا ان اتجاه التيار عكس عقارب الساعة، فيكون وجه الملف قطب شمالي بهذا الشكل، وكأن خطوط المجال بالشكل ده كده، بتخرج. يبقى الوجه الملف كده يعتبر كأنه قطب شمالي بهذا الوضع، وكأن خطوط المجال خارجة من القطب الشمالي. أما إذا كان اتجاه التيار مع عقارب الساعة في هذا الشكل كده، فإن يبقى هنا اتجاه التيار مع اتجاه عقارب الساعة، فإن وجه الملف يكون قطب جنوبي. اليمن برضو الهدف منها تحديد اتجاه المجال الناشئ عن التيار الكهربي في ملف دائري. طبعا مسمار البريمة، عند ادخال مسمار البريمة ادخاله، فيجب ان نعمل على دورانه مع عقارب الساعة. يبقى عند ادخال مسمار البريمة فيجب الدوران مع عقارب الساعة. فنتخيل ان اتجاه الدوران هو اتجاه التيار، فيكون سن البريمة او ادخال السن الذي يدخل البريمة هو القطب الشمالي للمغناطيس. هنا العكس، عند اخراج او فك الصامولة، اخراج المسمار، فان احنا بنلف عكس عقارب الساعة. فما نيجي نلف عكس عقارب الساعة، فنقولها نفترض ان اتجاه الدوران هو اتجاه التيار،
فيكون القطب الجهادي قطب جنوبي بهذا الشكل. السؤال بيقول ايه؟ احسب كثافة الفيض عند مركز الملف. طب عشان نحسب كثافة الفيض عند مركز الملف، احنا عارفين ان بي اللي هي كثافة الفيض ايضا هتتناسب طرديا مع التيار، تتناسب طرديا مع التيار، لان كلما زادت شدة التيار زادت كثافة الفيض، وتتناسب عكسي مع نص القطر، لان كل ما تكون الدائرة صغيرة كل ما يكون تركيزها على المركز اكتر، نص القطر. هنا في الحالة ديت الثابت هنسميه برضو، وايضا نتناسب طرديا مع عدد لفات، لان لو استخدمنا لفة واحدة هيكون مجال واحد، طب لو استخدمنا لفتين هيكون مجالين، وهكذا. اذا تتناسب طرديا مع عدد اللفات. شيلنا التناسب وضعنا ثابت. الثابت هنا هيكون ميو على اتنين. طيب احنا قلنا هنا اتنين على اساس ان لما قلنا مثلا بعد النقطة هنا زي نفس بعد النقطة دي، وكأن القطر بيكرر نص القطر ار من هنا وار من هنا بنفس الطريقة، اذا نقدر نقول اتنين ار. والميو معروف اللي هي النفاذية، النفاذية اللي هي قدرة الوسط، قدرة الوسط على نفاذ المغناطيسية، على نفاذ المغناطيسية. وحدة القياس زي ما اتفقنا نفس الوحدة اللي هناك، هنقول على دي تسلا في متر على أمبير، تسلا في متر على أمبير. حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين، نفس بالظبط ما شفناه في السلك المستقيم. طيب طريقة الحل ازاي؟ أولا ديت لو كانت بس نص القطر بالسنتي بسيطة، لازم نحولها المتر، فبنضرب في 10^2. برضو نفس الفكرة، المشكلة عندنا برضو في الآي اللي هي شدة التيار. شدة التيار أما تيجي مباشرة أو بتيجي بالطريقة اللي احنا قلناها، اللي هي كمية الكهربية يعني إن في إيه على تي، أو بأي شكل من الأشكال اللي شفناها قبل كده، اللي هي إذا ذكر مقاومة داخلية أو مقاومة نوعية. أما الإن لا، وضع تاني. الإن دهيت نقدر نقول اللي هي عدد لفات لها صيغتين، ممكن تجي لك كده جزء من دايرة، يعني ملف على هيئة جزء من دايرة. فطبعا احنا عارفين نسبة وتناسب، عايزين نجيب عدد لفات ازاي؟ ده هي جزء من دايرة، فنقوم نعمل ايه؟ فلو كملنا الدايرة فنقول في الموضوع ده ايه؟ في الموضوع ده ان طول القوس الصغير على طول القوس الكبير هيدينا نسبة وتناسب، فنقول طول الطول على المحيط بتاع الدايرة اللي هو 2 باي ار. يبقى لو جت في المسألة عشان ما جت الان مباشرة تمام مفيش في مشاكل، لكن لو جت الان كأنها سلك منحني على هيئة جزء من دايرة فتبقى عملت نسبة وتناسب، فنقول النسبة بين ال الى المحيط هيبقى هيدينا نسبة ايه؟ عدد لفات. طب لو جت بدلالة زاوية، يعني مثلا لو بنفس الطريقة كده دايرة وقمنا جايين ان السلك جزء برضو من دايرة بهذا الشكل، جزء من دايرة بس ذكر بدلالة الزاوية، بدلالة الزاوية سيتا، فنفس الفكرة. اذا نقدر نقول الان بتساوي النسبة بين الزاوية المقابلة للقوس اللي هي سيتا الى الزاوية الكلية اللي هي بالدايرة، الزاوية الدائرية اللي هي 360 درجة. يبقى ممكن نجيب عدد اللفات اما عن طريق طول الملف الى محيط اللفة، او النسبة بين الزاوية التي تقابل جزء الملف دهية الى الزاوية الدائرية الكلية. ايضا اذا هذا القانون اللي احنا قلناه دهوت اللي هو عبارة عن بي بتساوي كثافة الفيض بتساوي النفاذية في عدد لفات في شدة التيار على 2R. ممكن سؤال ما العوامل التي من هذا القانون بيطلع منه أشكال كثيرة جدا؟ ما العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض؟
يبقى لو قلنا العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض نقدر نطلعها من القانون، اللي هي من القانون شدة التيار طردي، شدة التيار طردي، فإذا زاد التيار للضعف تزيد الكثافة للضعف، عدد اللفات طردي إذا زاد على اللفات، والعلاقة العكسية مع نصف القطر، مع نصف القطر الملف. يبقى طلعنا عوامل، مش بس كده، ممكن الرسم البياني، ممكن يجي رسم البياني بهذا الشكل، وهنا البي كثافة الفيض، وهنا مثلا 1/r اللي هو نصف القطر. يقول لك اكتب الصيغة الرياضية والميل على طول فورا. فين القانون اللي فيه البي والار؟ نقدر نشيله. في عندنا تراس عشان نجيب الاسلوب او الميل، بنعمل ايه؟ بنيجي على القانون ونشيل كل اللي موجود، يعني البي موجودة هنشيلها من هنا، والار موجودة هنشيلها من هنا، يبقى الميل هذا الجزء. اذا الميل الاسلوب بيساوي ميو في ان في اي على 2. نقدر نجيب الميل بالشكل ده، او تيجي في شكل الرسم البياني اللي هو عبارة عن جدول، ونقدر نرسم ونطلع بنفس الشكل ده. ايضا الملف الدائري ممكن نربطه بالسلك المستقيم. ازاي؟ هنفترض ان عندنا ملف دائري، عندنا ملف دائري وفي سلك مستقيم مماس للسلك، للملف مماس للدائرة، وقلنا هنا ان نقطة المركز هنا نقطة، وضعنا إبرة مغناطيسية ولا تنحرف. معنى إبرة مغناطيسية ولا تنحرف يعني إن كثافة الفيض صفر، يعني دي نقطة تعادل. إذا نقدر نقول إن كثافة الفيض الناشئة عن سلك مستقيم لازم تساوي كثافة الفيض الناشئة عن ملف إيه؟ دائري. ده ملف دائري وده سلك إيه؟ مستقيم. نبدأ نعوض عن السلك المستقيم اللي هو ميو في الآي على 2 باي دي، ونعوض عن الملف الدائري بميو في ان في اي على 2 ار. طبعا ايه اللي يروح مع بعضه؟ نفاذية، لان نفسها هواء، ممكن الاتنين مع الاتنين. في الحالة دي نقدر نقول الدي مع الار. ليه دي مع الار؟ لان السلك مماس، مماس يعني بعد السلك، بعد نصف قطر ار هو نفسه بعد السلك عن المركز، هو نفسه بعد السلك اللي هو دي، يبقى الار هي نفس الدي، ممكن نشيل اللي معاه ده، ويبقى شكل القانون بهذا الشكل. يبقى الاي بتاع السلك المستقيم على باي للسلك المستقيم هتساوي اي للملف الدائري. طبعا لو في عدد لفات، لو في عدد لفات نحطها، ما فيش عدد لفات يبقى بواحد على واحد، بشكل نقدر نحسب الايه المطلوب في هذا الوضع. طب لو في مسافة، ان في الحالة دي الار لا تضيع مع الدي، الدي لها قيمة مختلفة عن مين؟ عن الاي. ومسائلها ما فيش فيها اي مشكلة، وان شاء الله نشوف مع بعض مثال. المسألة دي جت في الأزهر سنة 89. إذا مر تيار كهربي في سلك طوله منحني، منحني يعني بهذا الشكل، الطول بتاعه 26.4 متر، في دائرة نصف قطرها، في دائرة نصف قطرها، يبقى الآر 6.5 سنتيمتر. طبعا في الحالة ديت دي بالسنتيمتر ودي بالسنتيمتر، دي سنتيمتر ودي سنتيمتر، يبقى نسبة وتناسب بينها. اذا نقدر نقول القانون قلناه ان بتساوي
ان بتساوي طول القوس، طول القوس على المحيط 2 باي ار. وبالتعويض تعال نعوض، اذا ان بتساوي، ان بتساوي طول القوس 26.4 سنتي على 2 في 3.4 اللي هي باي في نص القطر اللي هي 5.6. بالآلة الحاسبة هيطلع لنا ان ال ان ده هيت 3/4 دور، يعني 75% من الدور ده ال ان. خلاص اصبحت مسألة مباشرة مفيش فيها اي مشاكل، نطبق القانون اللي احنا عارفينه اللي هو عبارة عن ايه. بما ان البي بتساوي في ملف دائري، ملف دائري ميو في الان في الاي على 2R، كله يبقى معلوم عندنا ما عدا مين؟ الاي. احسب شدة التيار، يبقى الاي مجهول، يبقى معادلة ذاتها مجهول 1 في اي. اذا البي بتساوي كثافة الفيض كام هنا؟ 8، كثافة الفيض 2.25 في 10^6 هتساوي الميو معروفة 4 باي في 10^7، الان بواحد لانها ما كملش، قصدي الان ب75%، 75% 3/4 دورة ضرب 75% في الاي اللي هو المجهول الاي عندنا على الار. الار بكام؟ الار قيمته عندنا نص القطر 5.6، دي على 1 ضرب تبادلي. يبقى عشان نخلي المجهول في طرف، لو خلينا الاي في طرف شدة التيار، يبقى كل اللي مع المجهول المعامل، مين اللي مع المعامل هنا؟ اللي هي 4 باي في 10^7 في 10^7 في 3/4 دورة اللي هي 75% على تحت 2.25% في 10^6 في القيمة حاصل ضرب الطرفين، هيساوي حاصل ضرب وسطين 2 في 5.6. هيطلع لنا ان قيمة شدة التيار بالآلة الحاسبة هتطلع 98% أمبير. هي مسألة بسيطة مباشرة مفيش فيها أي مشاكل. المطلوب كان مطلوب اي بيضرب طرفين وسطين، بس كان عندنا مشكلة واحدة اللي هو الان. ازاي نجيب الان؟ اذا كانت بزي نقول سيتا على 360، لكن اذا كان طول معين من النسبة وتناسب طول السلك على طول المحيط يدينا عدد ايه؟ اللفات. جه في الكتاب المدرسي وجه امتحان تجريب، تعال نشوف المثال بيقول ايه. اذا مر تيار كهربي في السلك، يعني السلك اهوت بس مر على شكل دائرة من لفة واحدة، يعني ملف من دائرة واحدة كده، ومرة تانية تم لفه الى 4 لفات، نفس السلك ده هو تلفناه 4 لفات، 100% هيبقى نص قطره هيقل لان عدد اللفات بايه؟ بيزيد. يبقى نقدر نقول هنا ال هو نفسه ال، الطول نفسه الطول. طب ما احنا خدنا قبل كده ان بتساوي ايه؟ ال على 2 باي ار. طب بالضرب التبادلي يبقى اذا نقدر نقول ان الان هنا الان في 2 باي في 2 باي ار، بس ار 1 عشان ده الاولى، هيساوي لان الطول نفس الطول هيساوي ان
في 2 باي ار 2 2 باي ار 2 طبعا هنسمي دي ان 2 ان 1 ايه اللي يروح مع بعضه الباي مع الباي والاثنين مع الاثنين يساوي الان هنا بكام بلفه واحده يبقى واحد في ار 1 يبقى كان ار 1 هنا طرف ده ار 1 بس طيب ان هنا كام اربعه ان هنا باربع لفات ان هنا بواحد يبقى نقول أربعة ار 2 اذا نطلع بقاعدة دلوقتي ان ايه ان ار 1 اكبر من ار 2 اربع مرات تمام نيجي بعد كده نقول كده المطلوب بقى دلوقتي ما النسبة بين بي 1 الى بي 2 المطلوب من القانون احنا عارفين دايما ان القانون لما جينا عندنا قانون بي بتساوي ميو ان اي على 2 ار الطردي نقدر نصيغه بشكل جديد هنقول هنا ايه الان طردي يبقى نقول ان 1 وهنا ان 2 لكن الار ايه عكسي يبقى هنا ار 2 ار 1 هتقول من فين ميو ميو راحت مع بعضها لان رقم ثابت والاثنين راحت رقم ثابت نبدا نعوض اذا لو قلنا البي 1 على البي 2 يعني كثافه الفضل في الحاله الاولى الى كثافه الفضل في الحاله الثانيه يساوي تعال نعوض كده الان 1 بكام بواحد خلاص واحد الار 2 الار 2 زي ما هي ار 2 تعال نشوف الان 2 الان 2 بكام باربعه نحط هنا الان 2 ده هي باربعه في الار 1 هنشيل الار 1 دهيت ونحط قيمتها كام 4 ار 2 4 ار 2 نشيل الار 2 مع الار 2 اذا لو قلنا البي 1 الى البي 2 كثافه المجال في الحاله الاولى الحاله الثانيه هيساوي 1 على 4 في 4 بكام 16 وايه هو ده النسبه ما بين كثافه الفيض في الحالتين بالرغم ان هو نفس السلك ونفس التيار ونفس كل شيء